سيرت الهيئة الخيرية الهاشمية بالتعاون مع الحكومة والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اليوم سيرت أولى قوافل المساعدات الطبية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القدس الشريف ورام الله، وتضمنت أولى قوافل المساعدات أجهزة طبية وأدوية لتلبية احتياجات الفلسطينيين. رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان كان في وداع القافلة وقال إن تسيير القوافل جاء بناء على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لدعم الأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة جراء ما يتعرضون له من عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولفت إلى أنه سيكون هناك جسر بري مع الإخوة في الضفة الغربية وقطاع غزة لتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه في هذه الظروف. بدأت اليوم تسيير أول قافلة من الأجهزة الطبية والأدوية إلى إخواننا هنا، وما راح تكون هذه القافلة الأولى، وسيكون هناك تباعا، هناك جسر بري بيننا وبين إخواننا في القطاع في قطاع غزة وفي الضفة الغربية لتزويدهم بكل ما يحتاجونه بإذن الله تعالى. وهذا ديدن الهاشميين، وجلالة الملك حفظه الله ورعاه دائما وأبدا هو الراعي وهو الداعم للقضية الفلسطينية باستمرار.